شكرا يا ريس. باشا، ايه الصدف الجميله دي؟ اهلا وسهلا استاذ اشرف الفار. معلش ما تعرفناش كويس المره اللي فاتت. عمر شاهين. عمر شاهين اسم سينمائي زي ادهم صبري. تعرف ادهم صبري؟ اظن كده. ده انا بعشقه. قابلت صاحبتك؟ صاحبتي؟ مش انت جيت امبارح تقابل الهاله؟ لا انت فاهم غلط. فاهم غلط. اه يمكن. فرصة سعيدة. طبعا ما لحقتش حاجة من الاجتماع. مالك؟ ممكن نروح اي حته نتكلم فيها؟ انت كويس؟ بصحى افكر فيكي كل يوم. صورتي كده اهو ما تفرقنيش، ماسك التليفون في ايدي وعايز اكلمك طول الوقت، مش مركز في اي حاجه. صدقت سبت العيال وجيت جري عشان اشوفك. مفيش حاجه تقوليها؟ انت شايف ايه؟ شايف اني بغرق. عايز ننقذك. خايف تنقذيني؟ أنا كمان بفكر فيك طول الوقت. ليه؟ من غير ليه يا عمر؟ مش كل حاجة بتحصل بيبقى ليها سبب؟ وأنت كل حاجة بتحصل لك في حياتك بيبقى ليها سبب؟ مش هينفع نتقابل تاني. الناس عندك حق. رحت القصير قبل كده؟ بلد جميلة قوي، بقالي فترة ما رحتهاش. تيجي نروح مع بعض؟ وبعدين هتفيدك قوي في الرواية بتاعتك. اشمعنى الرواية؟ يعني طالما مطعم سمك كان مفيد بالنسبة لك فأكيد القصير هتفيدك قوي. اوكي خلاص، انا هرتب كل حاجة وهقول لك. امتى؟ مستعجل؟ يلا باي باي. ازاي حضرتك؟
اهلا، انت تمام؟ انا تمام زي الفل. هيا هناكل ايه؟ عندي سمك شعور بقى زي العسل، هتاكل صوابع كرة. خليني في القاروص. ما كي مقلي؟ مشوي. مشوي. بيهالة فين؟ لا مش عارفة. طب جاية امتى؟ ما عنديش فكرة، بس ممكن تسأل مستر أشرف. اوكي امشي. أنا اسمي. اتفضل. ميرسي. الاكل كان هايل. ربنا يشفيك. اشكرك. خلاص خلي الباقي. ارجو انك ما تكونش زعلان مني. اليوم اصله كان ملخبط. شايف ان المكان رايق، ولو ما عندكش مانع نتكلم 5 دقايق عن البلد. هاب كوبايتين شاي طلعوا لنا بره. اتفضل. حاضر يا مستر اشرف. انما قول لي صحيح، معقول اكلنا بيعجبك اكتر من اكل المطاعم اللي في الجونه؟ ولا انت بتيجي عشان تشوف هالة؟ عادي يعني ما تستغربش، هي فعلا بنت موزه وحلوه يعني. فكرة كان محتاج مدير اتصال بجد. هاي الناس بتيجي تشوف حاجة حلوة. سيبك سيبك. قول لي انت بتشتغل ايه؟ أستاذ جامعة. بس؟ وساعات بكتب. تكتب ايه؟ روايات. قصص، حكاوي. زي حماك يعني. عيلة فنية بقى وكده. تكتب حاجة دلوقتي؟ بكتب رواية جديدة. عن ايه؟ معرفش لو هتعجبك يعني، اصلها رومانسيه. الحاجات اللي بتعجب النسوان دي فيها جريمه قتل. اوبا. ايوه بقى كده انا اركز معاك. بعط عط. ما هو نسوان وجريمه قتل، يبقى اكيد في حد بيعط مع حد. معرفش يعني اللي فيها ده هيبقى اسمه عط بالنسبه لك يبقى راه. باين انه يوم اسود من اوله. بعد اذنك يا باشا. يا اشرف. ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه خير. ولا حاجه. قلت اجي بس عليك. الله يفيك الخير. صحيح فين الفلوس اللي عليك؟ مصطفى كانت وحشه قوي يا حسن، مش ده اللي متفقين عليه؟ اخس. كنت المفروض تتكلم تشتكي على الهوت لاين. بس النهارده ميعاد الدفع. انت شايف يا حسن مطعم فاضي خالص اليومين دول وحشين قوي، اديني لحد اول اسبوع بس. مش هينفع. لا بتعمل ايه يا حسن؟ اشرف احنا في مكانك يا حسن. ما يصحش اللي انت بتعمله ده. خليني اخلص يا اشرف. ينفع كده؟ ينفع. شكرا لما اشرف حاسس كده؟ حاسس كده؟ ايوه. شكرا.